بنای خواه گوره و مهربان تفسیر سورتی توبه آیتی حوت خواه گوره فرمی کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند الرسول الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين انا كريمنا گنجت ك عهد و پیمان لگل مشرکین ببستین یا خود خواهی گوره عهد و پیمان لگل مشرکین ببستید و هر وحا پیغمبرکشی تنها اوانه نبی که پیشتر للای مسجد الحرام که پابند بون لگل ایواکات ایوش پابند من لگل یعنی بگو من پروردگار او کسانی خوشوی که بجوی کن متقین لیه ترسن كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة إيوتون بالرابع وانا كان لكاتك اوان اجد صلاتي انهبت نحسب بو ايوا كان نحسب بو بي معنا كان تان كان نحسب بو خزماتي كان ويرزونكم بافواههم بيغمان بدم رازي تانا كان وتأبى قلوبهم بلام لدليانا بيتواني او قصي كي كان يواتا خيانة كان لجيرا واكثرهم فاسقون وزور بي اواني كبالين يندا بالينش كان فاسق او قصي كبالين ياوا دوای بالینکی بل بالینکی پشیمانه بیت او فاسقه واشترو بیات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون بجمان اوان آیت کانی پروردگار به قیمت چی کم فروشن و تا جیانی دنیا گورنو به جیانی دواروش و هر وها دوای وی که میان کر فصدوا عن سبيل الله بجمان خلچش ارتین ل رقی پروردگار انهم ساء ما كانوا يعملون بجمان امان خرابترین كاركن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هر وها حاجيس شا رشاوي أو كسان ناكن كإيمان ينهناوا وهر وها حساب بو خزماتي شان ناكن وأولئك هم المعتدون بيقومان هر أوان بدل نعيه وكتشين كتعدا كرو دس ديش كارن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل آياتي لقوم يعلمون يعلمون بيغمان اگر توبه ان كردو نيوجه ان كردو زكاة اندا او براي ايوان براي ديني ايوان بو شوه پروردگار آيات اکاني خوي بيان اکاتو تفصيل ان آياتي ورون اکاتو بو کسان اکا ازانو تي اگن و اين نكسو ايمانهم من بعد احدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون بيغمان اواني كا بلينو بيمانياش كان ياخد لو بلينو بيمانا بشمان بونو دو اويك اهدينا وهر وها رخنا لديني وقرت او ايوش تشي كان بيان كوجن وهر وها سر كده كان يعني ائمة كفر اوانش بكوجن انهم لا ايمان لهم بيقومان اوان ايمان ينهينا و بو اويكو تايبو موضوع به لعلهم ينتهون بيقومان اما رقا بيدراو كرشتي شوابو بتأشيد أبيت فقاتلوا أو أبيت جنكنوا بيانكوشن ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم أو بوشي شرنا كان دجي أو قوميك أوان دس بيش خربون لا بيماش كاننا وهموا بإخراج الرسول وبيستان بيغمر صلى الله عليه وسلم دركن وهم بدأوكم أول مرة بيغمان أوان بون سرطة دسان بيكرت أتخشونهم ايلي انا ترسن فالله احق ان تخشوا لكاتك بروردگار حقي او يك اللي بترسي ان كنتم مؤمنين اگر ايوا راست گونو مؤمنين